بعض الذين يقيمون الموالد ويحتفلون بليلة الإسراء والمعراج يقولون نحن نقصد الذكرى والصلاة على الرسول، ويقولون إن العلماء لم ينكروا على الاحتفال باليوم الوطني وغيره من هذا القبيل، فكيف نعترض على المولد؟ يقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرص منكم وأرغب في الخير وأولى بكل فضيلة، فلو كان الاحتفال بالموالد أو بالإسراء والمعراج أمرا مشروعا وغربة إلى الله عز وجل لكانوا إليه أسرع وكانوا إليه أسبق وكانوا به أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومثلات الأمور، وقال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وليس للناس يحدثوا بآرائهم عبادات. فإذا قالوا هذا المقال هذه المقالة أمكن غيرهم أن يقول أيضا نحدث صلاة سادسة ما ردنا إلى الخير والذكر، نحن صلاة سادسة الضحى فريضة ندعو الناس إليها أربع ركعات أو ركعتين، صلى جماعة سادسة زيادة الخير والفضل. أو يقول آخر يمكن أن نحدث أيضا عبادة أخرى وهو أن نحج في العام مرتين، ما يكفي حج واحد، نحج في العام مرتين، هذا زيادة فضل وذكر وطاعة لله وطواف شبه ذلك. والآخر يقول نحدث أذانين لكل فريضة، لا هذا الواحد ما يكفي، لأن ذكر وطاعة لله فيؤذن مرتين في كل مسجد لأن هذا نوع زيادة ذكر، أو يقيم مرتين أو ثلاث أو يؤذن أربع مرات أو عشر مرات لأن هذه ذكر وطاعة لله. فمعنى هذا أن يكون الدين على الهواء والتلاعب بآراء الناس ومحدثاتهم وأفكارهم الضالة والكاسدة، هذا شيء لا حد له. هذا هو الذي وقع في اليهود والنصارى حتى تلاعبوا بدينهم واستحسنوا ما لم يشرعه الله عز وجل لهم. واما ما يتعلق باليوم الوطني فهذا ليس من العبادات، بل هذا اخترعوه لامور اخرى سياسيه ليس من باب العبادات، ولكنه قد ينهى عنه من جهه انه تشبه باليهود والنصارى فيما احدثوا من الايام الوطنيه واشباهها والاعياد، هذا من باب السياسه ومن باب التشبه بالمشركين فيما احدثوا من اعياد وطنيه، وليس من باب العباده بل من باب الامور السياسيه التي احدثها بعض الناس تقليدا لغيره وشبها بمن فعله من الكفر، فهو ممنوع يجب منعه لما فيه التشبه باعداء الله.